ومعنا عبر تطبيق زوم من تونس الباحث والكاتب السياسي كمال العيفي للحديث عن حل مجلس القضاء الأعلى في تونس وإصدار الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا ليعزز سلطته على القضاء وعلى المشهد في تونس بصفة عامة. أرحب بك معنا سيد كمال. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أولا، كيف تنظرون إلى المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد باستحداث مجلس قضاء أعلى مؤقت بعد حله المجلس القديم؟ شكرا جزيلا، أنا معكم من باريس وليس من تونس. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. هي خطوة أخرى باتجاه الانقلاب الكامل. من اليوم الأول قلنا أنه هذا انقلاب على الدستور وعلى القوانين. كثير من التونسيين وخاصة من النخبة التونسية لم يصدق في الأول، ثم بعد ذلك جاء بعد الانقلاب على مجلس النواب، جاء الانقلاب على كل السلطات يوم 22 سبتمبر، بقي معه القليل من الناس، ثم بعد ذلك بدأ بالهيئة الدستورية، والآن اتجه إلى الهيئة القضائية اللي هي أعلى سلطة تنظم القضاء، وليست وظيفتها قضائية، وإنما هي عندها ولاية على القضاة بالنسبة للتعيين والحركة القضائية إلى غير ذلك، فهي سلطة ترتيبية وإشرافية للقضاء، استحدثت بعد الثورة من أجل استقلالية القضاء على السلطة التنفيذية، وأصبحت بمقتضاها السلطة القضائية سلطة كاملة قائمة ذات مستقلة عن السلطة التنفيذية. مع انقلاب قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 كان يريد ضم السلطة القضائية إليه، فرفض القضاة ولاقوه من الغد يوم 28 يوليو 2021 وعبر له عن رفضهم بأن يحوز على السلطة القضائية أمام تغولي على باقي السلطات، وفعلا لم يستطع ضمها إليه، وبدأ شيئا فشيئا في القضاء على الدولة وعلى مؤسساتها، حتى وصل الآن إلى محاولته حل المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يزال موجودا ولا يزال منعقدا بصفة دائمة، وعبروا عن رفضهم لهذا الإجراء، خاصة وأن قيس سعيد أصبح يمارس كل السلطات بدون استثناء على تونس بالمراسيم، ألغى الدستور، ألغى القوانين، ألغى كل شيء، والآن يريد بعد المجلس على القضاء أن يمر إلى الإعلام، وقد بدأ يلوث. يعني هذا موضوع الإعلام موضوع آخر، لكن الرئيس كما تعلم سيد كمال تعهد من قبل بعدم التدخل في القضاء، ولكنه ينقلب على هذا التعهد السابق. ما الذي جرى؟ لماذا يعني وهو رجل دستوري قانوني، لماذا ينقلب على تعهداته السابقة؟ هو انقلب على التعهد الأول وهو احترام الدستور، هو أقسم على المصحف أنه سيكون حامي الدستور ومطبقه، في حين أنه أول فرصة جاءته حنث في يمينه وألغى الدستور تماما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، تجاوز كل القوانين بتدخله في السلطة التشريعية فألغاها، وتجاوز كل القوانين على السلطة القضائية وألغاها. قيس سعيد عبر في يوم من الأيام على أنه القضاء ليس سلطة ولكنه وظيفة، وقالها بالحرف الواحد، السلطة القضاء ليس سلطة، السلطة هي للرئيس والقضاء هو وظيفة. وعندما نقول القضاء وظيفة، يعني القضاء جزء من الموظفي الدولة الذين يعملون بالأوامر. نعم. ونعرف أن القضاء في دولة العرب والمسلمين ومنذ عمر بن الخطاب هو سلطة قضائية، سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية إلى يومنا هذا، وهذا يعتبر من المكاسب الكبيرة. نعم. للثورة التونسية، لأنه قبل الثورة التونسية كان زين العابدين بن علي نفسه من يشرف على المجلس الأعلى للقضاء. احنا الآن المجلس الأعلى للقضاء ينتخب عدد كبير منه، أو ثلثي المجلس الأعلى للقضاء ينتخب، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ينتخب. نحن في خطوة إضافية نحو الانقلاب الكامل، وفي خطوة إلى الوراء في مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان. نعم.
أمام هذا المرسوم ما هي خيارات القضاة في تونس؟ هل يمكنهم الوقوف أمام قرارات الرئيس وبالتالي قد يعرضهم ذلك لمزيد من العقوبات؟ هذا أصعب حصن على رئيس الجمهورية من أجل أن يهدمه، لأن القضاة قبل هذا سبق لرئيس الجمهورية أنه حتى يتنازلون عن مهامهم في المجلس على القضاء يعني سحب منهم مرتباتهم وامتيازاتهم، فأكدوا أنهم سيواصلون بإمكانياتهم الخاصة، وواصلوا بإمكانياتهم الخاصة. عندما رأى أنه مرفق القضاء رفض هذا وواصل العمل بهذه الطريقة، عمل على حله شفهيا. على فكرة الحل جاء من رئيس الجمهورية شفهية، وجاء من داخل مبنى وزارة الخارجية الساعة 1 صباحا. لذلك القضاء اعتبروا أن هذا انقلاب على القضاء باستعمال القوة العامة، قوة السلاح وقوة الدولة وقوة وزارة الخارجية. وأنا أرى أن القضاء سيصمد، لأنه صمد في عهد بورقيبة وكذلك صمد في عهد بن علي، وكان من أصعب المرافق التي صمدت أمام بن علي مرفقين مهمين، هو مرفق المحاماة ومرفق القضاء والقضاة. وأنا أرى أن هذا المرفق سيصمد، لأنه عندنا اللجنة الوطنية للقضاة وهي صامدة، وكذلك عندنا نقابة القضاة وهي صامدة، والذين سيواصلون العمل حتى في غياب المجلس الأعلى للقضاء. والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي استحدثه قيس سعيد سيجد رفضا ولن يتعامل معه القضاة، وهذا ما قرره القضاة في اجتماعهم قبل يوم أمس. عبر زوم من باريس الكاتب والباحث السياسي السيد كمال العيفي، شكرا جزيلا لك.